السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. Penyo mokwongo midipenye ng'ato e buko sa tho. Tusal man rabbuk. Ipenye to ruodhi en ng'a. Taqul rabbi Allah. Ja Islam dewacho ni ruodha en ruoth Nyasaye Allah. Yani rabbi Allah alladhi khalaqani wa razaqani. Ruodha en ruoth Nyasaye achiel miluongo ni Allah ma ene mochweya kendo ene momiya chiemo. Walaysa hadha faqat. هذا تربية للظاهر أيضا يوجد تربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما إن كيدو موني قبل نيوان قدو كندو وكيت الليلة نغاتو كنغاتو ميو نيرودو إن هوت نساي كندو إن مو بيدين ومي وچي مو تو كندين مو چويو ما ونغو تمرني كيش ما نمو ميو رود نساي بندو يروجوهوت كندو ربوغي مواسوكو وانغريكو لأن ليس الأمر فقط لتربية البدن بالطعام والشراب لابد من تغذية الروح. أوك وبدأ بدأني وان وبيدورين غير توجي شيء ما بيو بيو نياك وبيد شون جوا بيدك وات ما بير مرتوي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا لابد أن يعبد هو سبحانه وتعالى ولا يعبد غير الله. Kapunononi enadi enirut nyasaye mochweyo bas waonge ratiro mar lamo gimoro amora mopogore kuom nyasaye walam nyasaye kende wuon.